ارض المباراه، حاطين جماهير نادي الاهلي جوه الحدث بعد المباراه وجوه المباراه وقبل المباراه. لكن خلينا نقف عند نقطه هناخدها سريعا مع ضيوفنا الكرام على المدير الفني الاجنبي. هم ليهم راي معين لازم نسمعه ولازم نشوف ارائهم ايه، لان دول برضو قامات كبيره في كره السله. كابتن هاني عبد المنعم برايك ايه؟ الحقيقه انا رايي ان المدير الفني للفريق القومي المصري لازم يكون متفرغ، ما بيشتغلش في انديه ويكون دي شغلته. يعني الفريق القومي ده فريق زيه زي اي نادي في مصر مثلا، تمام، له مدير فني بيستمر معاه لمرحله زمنيه محدده ويبتدي يشكل ويكون. اعتقد الامريكاني لو جه يعني كان الامريكاني عشان اعمل بيه ايه؟ ما هو انا النهارده انا عايز اعدل من مستواي، اعدل من مستواي ده النهارده الرياضه بشكل عام ما اصبحتش لغز او ما اصبحتش حاجه مدريه، النهارده تمام. المعلومه متوفره تمام. لاي مدرب عايز يجتهد موجوده قدام حضرتك بدوس على زرار. تمام. الكفاءات الشخصيه عندنا في مصر هنا مجموعه مدربين وطنيين مو على اعلى مستوى. يعني انا النهارده اروح ادور بره ليه؟ عشان اوصل بالموضوع لايه؟ تمام. ادور بره بعد خطوات، لما اطلع بالليفل بتاعي انا اوصل بيه لمستوى منافسه على الصعيد الدولي وعايز اعلى والخامه بتاعت اللعيبه بتاعتي عليت، او ما جايب لها مدرب اعلى. يعني كل حاجه ليها حاجه. خلينا نقول ان هم برضو عايزين ياخدوا خبره معينه، هم ليهم فكره اكيد في الامور يا كابتن، اكيد اتحاد الباسكت ليه فكره. ليه فكره؟ موافق. انا بنختلف في الاراء، لكن في اتجاه واحد اراء بناءه، ما هياش هجوم على حد ولا هي هجوم على فكر او سياسه او شخص. ده وجهه نظر حضرتك. انا بقول ان النهارده المرحله دي اللي موجود فيها محتاج التركيز يكون على اللاعبين، ان انا اعدهم اعداد احسن، اعداد بدني، اعداد فني، اعداد نفسي يكون اوقع، ان هم يخوضوا بطولات متعدده. تمام. من وجهه نظري نقدر نعملها بمدرب وطني يكون متفرغ للفريق قوي. نعدي مرحله ونخش مرحله. كابتن عمرو عاشور، انا شايف ان احنا نوفر الدولارات عشان الدولار غالي الايام، هايل. نحاول نصرف الفلوس اللي هنصرفها على المدرب الاجنبي اللي جاي ده، هايل، نصرفها على الفرقه نفسها، نجيب لهم اجهزه يقدروا يشتغلوا عليها كبدنيا افضل، نجيب لهم مساعدات تدريبيه افضل، اصرفها على الاولاد في معسكرات وفي اعداد خارجي وداخلي افضل من ان اصرفها على واحد بس جاي من بره يديني شويه اكسبريشن بالانجلش كلنا عارفينها وكلنا دارسينها وشايفينها. وكانت تجربه المدرب الاجنبي قبل كده انا شايف انها مش ناجحه، نجحت في قطاع الناشئين لكن ما نجحتش في قطاع كابتن خالد بخير. طيب خلينا نتفق ان احنا اللعيب اول ما بيوصل للدرجه الاولى فهو اكتملت مهارته. صح. وعشان انا اطور المهاره بتاعته هيبقى بنسبه ضعيفه جدا. كويس. فانا بتفق مع كابتن عمرو وكابتن هاني ان احنا مش ضروري ان احنا نجيب مدير اجنبي، مدير فني اجنبي للمنتخب الاول. انا عايز اجيب واحد كفء، واحد عنده معرفه للعيبه وامكانياتها وازاي يقدر زي ما بيقولوا كده ايه اطلع منهم صنايعي. اقصى صنايعي. بالظبط. ايه رايك في كلمه صنايعي؟ بالظبط. ترزي كلمه رياضه برضه، خد بالك. انما انا باكد بقى ان لازم يجي مدير فني لقطاع الناشئين امريكي اجنبي ويتحط سيستم وتخطيط لقطاع الناشئين كله. ده الاهم بالنسبه لكابتن مهاري. بالظبط. مهاري وبدني علشان يطلع لعيبه. تمام. والكلام ده بيرتبط بالاتي، هو ما يمسكش فرقه كويس ويبقى فيه مديرين فنيين مصريين ثابتين ما بيمرنوش في اي فرقه. تمام. علشان وهو عشان يتعلموا منه. انا اهم حاجه عندي ان الكلام ده يحصل سنتين ثلاثه اربعه، وبعد كده ان المديرين الفنيين الصغيرين دول بيكتسبوا الخبره وازاي هم يعملوا تخطيط طويل المدى ويقدروا هم بعد كده اللي يشيلوا. احنا عايزين كفاءات تطلع. لازم يتعمل استمراريه في المعسكرات على طول السنه، ولازم يشاركوا في ماتشات وديه ودورات وديه علشان ياخدوا الخبره، ما هوش تدريب بس. بالطريقه دي احنا ممكن يبقى الكلام ده نقدر ان احنا نطور. انما غير كده وان انا ابقى موسمي، انا عندي بطوله افريقيا مش عارف في شهر كام، طب اجيب المدير الفني فلان الفلاني اللي بيدرب في النادي الفلاني واروح واخده الشهرين دول تعالى امسك لي الفرقه دي والعب بطوله. انا ممكن اكسب بس انا ما بعملش فرقه ومش هصعد زي ما حصل بالظبط السنين اللي فاتت. انا نحترم راي الخبراء او المحللين او كباتن كبار اللي عاشوا اللعبه وعاشوا فيها، هختلف معاهم في مبدا مهم. هنخلي اتحاد السله تاني
يختار ويمشي معاهم يمشي لقدام. جايز التجربه تنجح لان اكيد هم ليهم هدف وليهم بلان. اكيد كل اللي قاعدين على الترابيزه دي النهارده بيحللوا هم مع اتحاد السله مع دكتور مجدي مع كابتن عبد المطلب مع اعضاء مع رحاب مع علاء مع كل الناس. احنا في الاخر عايزين مصر تطلع في حته مختلفه، عايزين اتحاد السله يرتقي. لكن هقول لك حاجه سريعه، الدعم معاهم فيه مشكله، انا متاكد من ده. انا كنت عايز اقول برضو اضيف كلمه ان ممكن جدا هم عندهم بدل ما هو متوجه انه يروح لماهيه مرتب المدرب وهي هتكون رقم. هو النهارده عشان تجيب مدرب معتدل تمام بتتكلم في 10,000 دولار مينيمم، تمام يعني 120,000 دولار في السنه. ال 120,000 دولار في السنه دول النهارده يوازوا 4 مليون جنيه ولا حاجه ولا 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 ايا كان الرقم. فالنهارده الرقم ده بدل ما انا موجهه لشخص اوجهه للفرقه، اوجهه لمصلحه الفرقه. توكلنا على الله.